في ظل الطلب المتزايد على الأدوية وفقدان الكثير من الأصناف وغلاء ثمنها إن وجدت، تستمر مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية على تأمين دفعات جديدة من الأدوية لا سيما النوعية منها، بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان مالتي فيس ألاينز، وتوزيعها على أكثر من 40 مركزا طبيا ومشفى بعد تقييم الاحتياجات. نحن في مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية قمنا بتأمين دفعة من الأدوية بالتعاون مع تحالف الأديان للمرضى والمحتاجين، وهي أدوية لمرضى السرطان ومرضى الالتهابات الصدرية وأدوية نوعية مقوية فيتامينات، وقمنا بتوزيعها بعد تقييم دقيق للمشافي والمراكز الطبية حسب الاحتياجات. وتضمنت الدفعة الجديدة كمية كبيرة من الأدوية المضادة للسرطان غالية الثمن وغير المتوفرة، وأدوية هضمية ومناعية، وفيتامينات متعددة خاصة بالأطفال، لا سيما أنواع أخرى، وتأكيد استلامها من هذه المراكز لضمان وصولها لمستحقيها مجانا. استلمنا نحن في مديرية صحة حماة كمية من الأدوية النوعية الخاصة بالأمراض السرطانية مقدمة من مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية. سيتم توزيع هذه الأدوية على المراكز الصحية المختصة ليتم صرفها للمرضى وفق وصفات الطبيب المختص. طبعا هذه الأدوية هي أدوية منقذة للحياة وغالية الثمن، وسيتم تقديمها مجانا إن شاء الله للمرضى. نحن مركز صربد الصحي قمنا باستلام بعض الأدوية النوعية من مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية. بالنسبة لنا هذه الأدوية هامة جدا نتيجة انقطاع الأدوية، غلاء الأدوية الموجودة في السوق في الصيدليات الخاصة، وهي الأدوية تخص الأطفال، تخص العيادة الداخلية والقلبية. بشمل مصر سراقي مقدم بشكل مؤسسة أورينت على تقديمها مجموعة من الأدوية الحيوية الضرورية في هذا الوقت وهذا الظرف نتيجة الانقطاع الدواء والغلاء الموجود في الأسواق. شح الأدوية في الآونة الأخيرة وفقدان أنواع كثيرة منها وغلاء ثمنها لأسباب عديدة أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار خلف أزمة، وسعت المؤسسة للتخفيف منها من خلال تأمين دفعات مستمرة وتوزيعها لضمان وصولها لشريحة واسعة من المرضى المحتاجين مجاناً. دفعة جديدة من الأدوية النوعية والضرورية أمنتها مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان، ووزعتها على المشافي والمراكز الصحية في ظل نقص الأدوية وغلاء ثمنها. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، مدينة إدلب.